لما يصير عندنا رشح في مركز النظر، المريض عادة يبدأ يلاحظ إما إنه النظر يختلف عليه يعني يضعف، أو إنه ممكن يلاحظ تشوهات في الصورة، يعني في تعرجات في الصورة. إذا تأثر مركز النظر وصار عندنا فيه رشح، العلاج الأساسي للرشح هو العلاج عن طريق الحقن. أنواع الحقن مختلفة، عندنا نوعين أساسية اللي هي مجموعة اللي هي الأنتي في جي اف اللي هي المضادة لمادة الفاسكولاريتي جروث فاكتور. هذه المادة هي اللي تنشط تكون شعيرات دموية غير طبيعية، وهي اللي تسبب لنا حدوث الرشح في مركز النظر. المجموعة الثانية هي الكورتيزون. المجموعة الأولى عبارة عن ثلاثة أنواع من الأدوية مفعولها طبياً متقارب، تبقى في العين 4 أسابيع. مجموعة الكورتيزون تبقى في العين من 4 إلى 6 أشهر، والطبيب يحدد المادة الأنسب للعين. يبقى شيء مهم جداً إنه إحنا ترى ما نسحب الرشح بالحقن، وإنما المادة على مدى الأسابيع تثبط المادة المسببة للرشح، وبالتالي يخف الرشح ويتحسن النظر. عادة مريض السكر في المتوسط يحتاج من 3 إلى 5 جرعات بصورة شهرية، قد تزيد قد تقل اعتماداً على ضبط السكري وعلى استجابة العين. عادة إذا بدأ الرشح يخف، أغلب الناس بحوله له قدرة ويبدأ النظر يتحسن. تحسن النظر تدريجي، لأنه الرشح يخف تدريجياً، الموضوع قد يأخذ كذا شهر لين ما الرشح يروح بشكل كامل. بعض المرضى قد يحتاجوا أنهم يستمروا على العلاج فترة طويلة، لكن بحول الله وقدرته مع ضبط السكر والضغط والكوليسترول إذا كانوا موجودين، بإذن الله النتائج تكون ممتازة وتحسن النظر يكون ممتاز.